بعد ما شفنا مجموعة الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع مع حضراتكم مجموعة من الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى، واللي منها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هتعمل صالون سياسي. الصالون ده عن قرار رفع الفايدة الفيدرالي وتأثيره على الاقتصاد. كمان النهاردة في خسوف كلي للقمر، وده أول خسوف في عام 2022، ده غير أن في مباريات مهمة جدا في الدوري المصري والدوري الإنجليزي هنتابعها من خلال التقرير التالي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هتعمل صالون سياسي الساعة 9 بالليل بعنوان كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي وكيف تتجاوز مصر أثاره وتبعاته. الصالون هيناقش أسباب رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي والأثار المحلية والدولية للقرار ده. النهاردة كمان هتنطلق اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، واللي هتناقش تقرير إنجازات المنظمة في مجال الأنشطة والخدمات، وكمان خطة موازنة المنظمة للأعوام القادمة. النهاردة الكرة الأرضية هتشهد خسوف كلي للقمر، هيبدأ الساعة 3:32 دقيقة فجراً، وهينتهي الساعة 6:53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات من العيار الثقيل في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة. هيلتقي غزل المحلة مع إسترن كامباني الساعة 6:30، وكمان هيلتقي سموحة مع المصري الساعة 9 بالليل. في الدوري الإنجليزي في مباراة قوية في إطار الجولة 37 من عمر المسابقة، واللي هتجمع ما بين أرسنال ونيوكاسل الساعة 9 بالليل.